السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب، تدريب كلاب ومضيق الزمنون وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. زي ما عودناكم طبعا بكل حلقات جديده، يا رب المعلومه اللي احنا بنقدمها تفيد اي حد متابعنا وبيربي كلاب او حابب تربيه الكلاب. وطبعا تحياتي لكل المشتركين اللي منورنا وكل الناس اللي متابعنا من كل دول العالم. طبعا يا جماعه النهارده هنرد على الاسئله اللي بتقابلنا على القناه، وبرضه نرجع نقول لكم احنا اسفين ان احنا متاخر في الرد عليكم، ده طبعا بسبب ضغط الشغل، وباذن الله بعد كده هنحاول ان احنا نقدم حلقات كتير هي عباره عن الرد على الاسئله. يوسف كان بيسال بيقول كابتن ممكن اعرف بجيب الايفوماك منين؟ بص يا يوسف، الايفوماك ده اللي هو يا جماعه اللي هو بتاع الحشرات اللي بندي منه الكلب بالسنتي ونص مثلا، داخلين طبعا على الصيف اليومين اللي جايين دولت، وبدات بقى الاوراد والحاجات ديت بدات تبان فعلا في الكلاب اليومين دولت. يا يوسف الايفوماك موجود عند الدكاتره البيطريين، بس يفضل ان انت لو عندك كميه من الكلاب، يا جماعه في ناس بتبقى مربيه كلبين وثلاثه واربعه، لو في عندك كميه من الكلاب يفضل ان انت تجيب ازازه كبيره. طبعا الازازه دي انت بتجيبها تستعملها، كان عندي واحده هنا بس طبعا من الواضح ان هي مش موجوده. طبعا بتجيب الازازه الكبيره ديت بتستعملها مع الكلاب كلها، بتدي كل كلب سنت ونص. الايفوماك ده بنستعمله كل 3 شهور، ده اسمه ايفوماك اردني، بتعملها في حدود 140 جنيه 180 جنيه في الحدود دي كده الازازه. لو انت بقى عندك كلب واحد مفيش داعي ان انت تجيب الحاجه الازازه الكبيره ديت عشان تستعملها، بتجيب من المكاتب البيطريه اللي هي بياخدوا منها العلاج بتاع الدواجن والغنم والحاجات دي كلها، بتجيب من المكاتب البيطريه ديت سنتي او سنتي ونص او 2 3 سنتي بتحتفظ بيهم عندك في سرنجه، تمام، وتدي للكلب بتاعك كل فتره. السؤال اللي بعد كده من محمد الطويل بيقول انا انصح انا انضحك عليا في كلب يا ابو نور بخصيه واحده، وصاحب الكلب جيت ارجعه قال لي ما برجعش كلاب، وارمي في الشارع الكلب رجله اللي ورا تعبان جايبه ب 1000 ونص. بص يا جماعه طبعا ديت حاجه مش عارفين نتكلم عليها نقول ايه، النصب كتير والاشتغالات كتير والضحكه على الدقون كتير والضحكه على الناس كتير، وطبعا اكبر غلط واكبر حرام، لان انت بتشوه اول حاجه بتخسرها، اول حاجه انت بتخسرها كمربي كلاب او كان انت بتبيع كلاب او حاجه زي كده، اول حاجه بتخسرها سمعتك. لما نكون انا عندي مثلا عدد من الكلاب وبنقول ادينا بنبيع منهم عشان برضه بيجيبوا المصروف بتاعهم وكمساعده للحياه اليومين دولت، اهم حاجه ابعد عن الغلط. طبعا في ناس هتقول لك ده تجاره الكلاب حرام، وفي ناس هتقول لك ده مش عارف ايه، احنا مالناش دعوه بالناس اللي هتقول، لو فكرت يبقى مالكش دعوه بالناس اللي هتقول، خلي اللي يقول يقول، انت في الاخر في رب بيحاسبك، تمام؟ وفي حساب يوم القيامه طبعا، لو انت بتعمل غلط هتتحاسب عليه، ولو انت بتعمل صح هتتجازى بيه، تمام؟ فما تسمعش لحد، ما تسمعش لحد، طالما انت شايف ان انت ماشي صح يبقى خليك ماشي زي ما انت، تمام؟ ما تندمجش مع حد، لان اللي بيقول لك تربيه الكلاب حرام والتجاره فيها حرام، لو انت طبقت كده 5-6000 جنيه واديتهم له في ايده هيقول لك حلال حلال حلال، تمام؟ فما تسمعش لاي حد يكلمك، وما تسمعش اي حد يقول لك في حاجه اسمها شيخ وفي حاجه اسمها ازهر، ممكن تسال مره واثنين وثلاثه قبل ما تمشي في الموضوع اللي انت هتمشي فيه. لما نيجي دلوقتي نربي 5-6 كلاب، والكلاب ديت بتفرخ وبتنتج، وبنبدا ان انا نطلع جرو مثلا نبيع منه، مش هنقول لكم ان انا ما بنبيعش، انا بنبيع جراوي، تمام، وانا مقتنع انا بعمل ايه الحمد لله، واللي يقول لي حرام وحلال طبعا ده يقول لنفسه بس. يوم القيامه ما توقفش جنبي، تمام، وشكرا طبعا لحضرتك على النصيحه. فيا جماعه اول حاجه بتبنيها في البيع والشراء بتاع الكلاب اللي عندك بتبني سمعتك وبتبني ثقه الناس فيك. لما تيجي انت تطلع جرو في حاجه غلط، او تطلع كلب في حاجه غلط وما تعرفش صاحبها، اللي بيشتري يا اخي اللي بيشتري منك ده ما يعرفش، يعني مش عايز نقول غشيم، تمام، يعني ما جربش قبل كده ان هو يشتري ويتداول، ويفوجئ ان انت عامل معاه حركه وحشه او عامل معاه حركه بتزعل، لو قعد في اي مكان هيجيب اسمك وهيجيب سيرتك وهيبقى شكلك وحش وشكلك بايخ. طبعا اللي انا شفته قبل كده اول ما بدات في الغيه ديت، وعشان نشتري كلاب وابتديت ان انا نشتري كلاب ونجمع كلاب وكلام من ده، وكنت بنشتري طبعا خلفه تطلع عندي نبيعها ونجيب كلب كبير والكلام ده كله ونحسن سلالتي من نفسي، اقسم بالله العظيم شفت الذل، شفت الذل من الناس اللي بتربي كلاب، شفت الذل.
كان بيدور لك على الحاجه اللي عنده اللي مش شغاله عشان يديها لك. تمام؟ طبعا كله ضحك على الدهون، وكله يا اما بقى وتترمي جنبه لحد ما يكبر بقى وتعاني علشان تضمن الكلب بتاعك وضمنه كويس، وتبقى مصيبه سودة كمان لما تجيبه من مصدر مش موثوق منه. يكبر الجرو عند عمر 7-8 شهور تلاقي مواصفاته مش هي دي المواصفات اللي انت كنت تعرفها، ومش هي دي المواصفات اللي كانت هتطلع قدامك. تفوجئ ان انت شاري كلب شعبي او كلب بلدي. تمام؟ طيب ما انا ننزل، طب ما بدل ما نعمل كده ما ننزل ناخد كلب بلدي من الشارع. بدل ما نعمل كده وطالما هنصرف ومفيش ان انا اللي انا صرفته راح عليا، طب ما ننزل ناخد كلب بلدي ما هو ببلاش في الشارع. لا، في ناس بقى تقول لك لا انا عايز كلب ولف، كلب جيرمان، كلب يكبر نجوز منه، كلب يكبر نستفاد منه، نعوده للحراسه، غير كده وكده لو فلان صاحبي جالي يلاقي شكله حلو. فطبعا مش هنحبط برضو الناس ديت، احنا هنقف معاهم. تمام؟ فيا جماعه احنا بنحاول على قدر الامكان اي حد بيعلن جراوي بيعلن اي حاجه بننزلها على القناه عندنا. احنا لو عندنا جراوي بنعرضها على القناه عندنا وبنقول دي سعرها كذا. تمام؟ طبعا موضوع ان واحد يبيع لك كلب وتفوجئ ان هو بخصيه واحده ديت، لا دي عادي، ما تدقش طالما انت ما تعرفش، ما تدقش. الغلط يا باشا عندك انت، والغلطه غلطتك انت. اوعى تثق في بني ادم، اوعى تثق في بني ادم. تمام؟ وفي بيع الكلاب بالذات، عشان تروح تشتري كلب خد حد فاهم معاك، عشان تروح تشتري كلب اربط صاحبه قول له الكلب ده انا شاريه لسبب، انا شاري الكلب بتاعي ده علشان يخلف. الكلب لو ما خلفش مسؤول منك، الكلب لو ما خلفش بتاعك. تمام؟ قلب في الكلب، اتفرج عليه، في دكاتره، خد الكلب روح بيه لدكتور واثنين وثلاثه يكشفوا على الكلب ويطمنوا عليه. والكلب معايا يا عم لمده يومين، فلوسه اهي اتفضل، بعد يومين هنقول لك الكلب فيه كذا. بس برضو انت ما تجيش بعد يومين تقول لصاحب الكلب ده بس انا مش عايزه، يا جماعه عملوا لي مشكله في البيت. لا، ده ملوش دخل، ده كده من حقه ما يرجعلكش الكلب. تمام؟ انت يوم ما تاخد الكلب بتاعك من عندي وتكشف عليه وتلاقي الكلب فيه اي مشكله صحيه، الدكتور اللي انت بتكشف عنده بيعمل لي بيها جواب او ورقه. تمام؟ اي حاجه رسميه معتمده من الدكتور ده ان الكلب فيه مشكله كذا كذا. تمام؟ وبتجيب لي الكلب وبتجيب لي المشكله ديت، وبنعرضه انا على دكتور تاني وانت معايا. تمام؟ بناء عن كده الكلب فعلا يرجع. لكن ان انت تشتري الكلب واحد يطلع لك فيه اصل ده شكله مش حلو، ده مش عارف ايه، انت كان فيك عينين وانت بتشتري. تمام؟ كان فيك عينين وانت بتشتري. الاخ اللي باع لك بقى وكلب بخصيه واحده، لو هو ما يعرفش ان الكلب كان بخصيه واحده ممكن هو يبقى برضه ما يعرفش حاجه، انما هو لو مربي فاهم يبقى كده عارف. الكلب بخصيه واحده لو هو عارف وما قالكش، ده يبقى بني ادم ما عندوش ضمير، مش سالك لنفسه، ده ربنا مش هيبارك له. تمام؟ القرش اللي هو خده منك اللي هو تعبك وشقاك اللي انت دفعته في الكلب اكيد هيصرفه على حاجه اذى لنفسه او اذى لعياله او اذى لبيته، لان طبعا ده كده ما اسموش تجاره، ده اسمه نصب، ده كده اسمه ان هو نصب. فطبعا يا جماعه احنا يا ريت نوصل معلومه لكل الناس اللي هي بتبيع كلاب، يا ريت قبل ما تبني مال في جيبك ابني ثقه وابني حب ناس. قبل ما تتعامل وتدي كلب الواحد مثلا الكلب ده فيه عيوب انت ما عرفتش تشتغل بيه، او ما عرفتش ان انت تتجوز منه، او ما عرفتش ان انت تستفاد منه. تمام؟ وانت عارف ان الكلب فيه عيوب وتديه لواحد ان هو داخل عليك بعشمه، وداخل عليك بثقته، وداخل عليك ان هو ما يعرفش. تمام؟ بدل انت ما تقف جنبه، بدل انت ما تقف تساعده وتقول له اعمل كذا وكذا وكذا والكلب ده فيه كذا وكذا وكذا، ما يمكن لو قلت له ان الكلب ده فيه عيوب يقول لك لا يلزمني. تمام؟ لكن ان انت تديهوله بالكذب وبالنفاق علشان تستفاد منه فلوس، طبعا ده مبدا غلط، لان انت كده بتشوه صورتك قبل ما تشوه، لان هو هيشتري غيره وغيره وغيره وغيره. لكن انت هتبيع الكلب ده ولو طلع صيتك يبقى مش هتبيع غيره، يبقى بعد كده كلابك انت تقعد جنبها بقى تاكلها وتشربها، ان كانت بخصيه واحده ان كانت بثلاث خصيات، طبعا ده غلط. فيا جماعه اي حد بيشتري يا ريت يطمن على الحاجه اللي بيشتريها كويس ويعرف هو بيعمل ايه. ويا جماعه الناس اللي بتبيع يا ريت نحط ربنا قدامنا واحنا بنتاجر، لان دي برضو روح وحيوان،
برضو. وما تنساش ان انت اكيد عندك كلاب تانية ممكن ربنا ما يبارك لكش فيها، ممكن الكلاب دي تقع على اللعن كل سنة وانت طيب، تكون انت السبب في موتهم بسبب ان انت نصبت على حد غلبان او على اي حاجة زي كده. شوف السؤال اللي بعد كده. عزت بيقول: كابتن عندي كلبة بيتبول والدة بقالها شهرين بتنزل دم، هل هي حيضة؟ لا طبعا يا عزت، كلبة والدة بقالها شهرين بتنزل دم، ده بيبقى تنظيف. طيب نعمل ايه يا عزت عشان نخلص الدم ده؟ برضو ما احنا مش هنسيبك كده ونقول عزت سألنا واحنا ردنا عليه وخلاص، لا، نعرفك نعمل ايه عشان نحل مشكلة الدم دي. في كلاب يا جماعه بتبقى عندها الهرمونات عاليه في الجسم، وبيبقى مكان الولاده بيبقى معلق، ما بتنزلش التنظيف بتاعها على طول بعد الولاده. في كلاب بعد اسبوع بالظبط تنظف تمام، مفيش بقى الا وهي بتعمل حمام ميه كده بتلاقي نقطه دم نازله، ان الدم غامق كده مكان التنظيف بتاع الرحم والمبيض والكلام ده كله تمام. بص يا باشا، انت هتجيب لي الكلبه ديت علبه برشام اسمها يونيكتان 375، ده عباره عن مضاد حيوي بينظف لك جسم الكلب من جوه، الجسم الداخلي بيه، الجهاز التناسلي، التهابات، ميكروب، اي حاجه زي كده، ده مضاد حيوي، ده بينظف لك الكلام ده كله تمام. هو ما بيأثرش على اي حاجه في الجهاز التناسلي او المبيض او الرحم او الكلام ده كله. وبنجيب علبه بودره اسمها فاجيل، علبه البودره ديت مش فلاجيل يا جماعه عشان ما حدش يسمعها فلاجيل، اسمها فاجيل ما فيهاش اللام الف تمام. بنجيب علبه البودره ديت بيبقى فيها بواكي، عباره عن بواكي الفوار كده، بنجيب نص الباكو على نص رطل ميه دافيه وبنفضيه فيه وبنقلبه كويس، وبسرنجه ونفضي في المهبل بتاع النتا دي نحاول نغسله، ده عباره عن تنظيف، بننظف المهبل مكان الولاده وبننظف الرحم مكان الولاده. طب الكلام ده بنعمله امتى يا كابتن؟ يفضل ان انت تعمل موضوع الفاجيل ده بعد النتا بتاعتك ما تولد بشهر تمام، واليونيكتام تبدا بيه تديه بعد النتايه ما تولد بشهر، مش هياثر على اللبن ما تخافش، ومش هياثر على اي حاجه، لان البرشام ده معروف ان هو للحوامل والرضع والكلام ده كله، فطبعا ده هيظبط لك الكلبه باساس. كمان الكلبه اللي انت بتعمله ده هيفيدك لما تخش على الحيضه اللي بعد كده، هيحميك من اي تقرحات في الرحم، هيحميك من اي تقرحات في المهبل، هيحميك من اي ميكروب يجي عن طريق المهبل والكلام ده كله. غير كده وكده هيحمي لك الذكر اللي هيتجوز للمره الثانيه. مصطفى السيد: يا كابتن انا معايا كلبه جيرمان وما بتاكلش من امبارح بالليل، الاكل اللي تحتيها والنهارده الصبح وجبت لها لبن بالبيض برضه ما قربتش عمر 55 يوم، ده ممكن بسبب الاكل الني اللي اكلته ولا عيانه؟ لا ده كده برد يا درش، ده كده انت تبدا تتحرك فورا تجيب مضاد حيوي زي ما قلنا اليوناسين وزي ما قلنا الحاجات دي كلها، ونبدا ان انا ندي للكلبه بتاعتي الكلام ده احنا بننزل لك بيها مصطفى حلقه، يا ريت تمشي على الحلقه دي بالظبط، لان ده ممكن يكون دور بارفو داخل عليها، بيبدا ببرد، بيبدا ان الكلبه بتقطع الاكل، بيبدا بعدها ترجع، بيبدا بعدها ان في رشح، بيبدا بعدها الحاجات دي كلها. غضب يا جماعه، فوجئت النهارده، غضب طبعا كلكم عارفينه كلب بيتبول، فوجئت النهارده ان هو عنده رشح جامد تمام من مناخيره، بيكح كلام من ده، طبعا ده بيبقى عباره عن دور برد. دور برد بسبب ايه؟ جه منين يا كابتن؟ بيبقى عباره عن تغيرات للكلب، زي احنا نفسنا احنا كبني ادمين بيجي لنا برد. يعني انت ما بتنامش على البلاط، في ناس تقول لك ممكن يكون نام على البلاط، انت ما بتنامش على البلاط، غير كده وكده ما بتستحق، يعني في اغلبيه الناس بتحافظ على نفسها شويه من الرطوبه والكلام ده كله، فاصبح دلوقتي ان انت ممكن يجي لك دور برد، فالكلب برده معرض ان هو يجي له دور برد. دور برد هنوريكم دلوقتي في حلقه ثانيه باذن الله، واحنا بندي الغضب العلاج. دور البرد عباره عن ايه وعالجناه ازاي وهيبقى ازاي. كمان كان في كلب اسمه روي، كان روي ده كان جاي لنا طبعا من بره، برده عنده مشكله برد جامد تمام. احنا الكلب ده كنا واخدينه صحته كويسه، بس انا خدت الكلب ده ليا، فوجئت بعديها ان هو عنده دور برد، بس البرد خلاه قطع الاكل وبدا ان هو يرجع. الكلب عنده سنه، ما نخافش ما نقلقش، لان كده ما يخش عليه بارفو ولا كلام من ده، لان هو المناعه بتاعته قويه، لكن لازم نديله حاجه عشان تفوق الكلب ده ويرجع لصحته. الكلبين دول باذن الله هنعمل بهم حلقه وهتتابعوا معانا احنا هنديهم ايه وهنعمل معاهم ايه تمام. طبعا يا جماعه لحد كده نستكفى ونقول تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب، يا رب تكون الحلقه دي فادتكم ووصلت لكم المعلومه، تابعونا وباذن الله هننزل لكم الحلقه بتاعت غضب اللي هي كان فيها البرد، وكمان هننزل لكم قريب جدا الحلقه بتاعه جوازه الكلبه الملينو وتفوجوا بالذكر اللي متجوزه. تحياتي للجميع، تحياتي لكل المشتركين اللي معايا، تحياتي لكل اللي متابعينا من كل دول العالم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.